أكثر 10 أفلام رعب في تاريخ السينما وحتى عام 2016. تعتبر الأفلام المرعبة من أكثر الأفلام متابعة من قبل الجمهور، فبالرغم من الشعور بالرعب والخوف أثناء مشاهدتها، إلا أن بعض الأشخاص يحبذون هذا النوع من الأفلام، وتتفاوت درجة الرعب من فيلم إلى آخر، كما يختلف مقدار الخوف من إنسان إلى آخر. وفي هذا الفيديو سوف نستعرض أكثر الأفلام رعبا في تاريخ السينما، كل ذلك سوف تشاهده من خلال قناة معلومة، فهل أنت مستعد؟ في المرتبة العاشرة، The Vatican Tapes. تبدأ الحكاية المؤرقة لأنجيلا هولمز البالغة من العمر 27 عاما بتأثيرها المدمر على أي شخص يقترب منها، حيث تسبب له إصابات خطيرة ثم الوفاة. يأتي الكاهن المحلي لوزان ويحقق في الأمر، ليجد أنها ممسوسة بقوة شيطانية قديمة أكثر قوة مما يتصورون، فهل ينجحوا في فك تلك اللعنة؟ في المرتبة التاسعة، لا فالنتولا. تصبح مدينة الملائكة على وشك الاحتراق بسبب كائنات لا أحد يعرف مصدرها. يتصدى لهم الممثل ستيف غوتنبرغ مع مجموعة من الرجال، ويحاولون التخلص من تلك الوحوش للأبد ووقف سفك الدماء للأبرياء. في المرتبة الثامنة، كريمسون بيك. تعود الجميلة جيسيكا تشاستن في فيلم رعب جديد مع المخرج جيرمو ديل تورو والممثل توم هيدلستون، والذي تدور قصته حول المؤلفة إيديث كيشينغ لتكتشف تحولا ما في شخصية زوجها، فلم يعد ذلك الذي اعتادت عليه، وتنقلب أحداث الفيلم بشكل مفاجئ إلى دراما مرعبة. في المرتبة السابعة، يوغا هوسيرز. تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مراهقتين تمارسان اليوغا وتعملان في إحدى المتاجر الشهيرة، تقرران إقامة حفل تخرج للطلاب، فتتحالف الشياطين والأرواح الشريرة من أجل إفشال حفلهم، فتلجأ الفتاتين للاستعانة بصائد الأشباح والمحقق جاي، وهو الممثل جوني ديب، ليحميهن من تلك الأرواح. في المرتبة السادسة، إت فلوس. عطلة نهاية الأسبوع تقضيها جاي ذات 19 عاما مع أصدقائها على بحيرة، تدخل بعد علاقة ساخنة مع صديقها في كابوس طويل تشعر فيه باقتراب شخص منهم يريد قتلهم جميعا، وفي كل مرة تهرب منه بينما يستمر هو في المطاردة. في المرتبة الخامسة، سينستر 2. بعد نجاح الجزء الأول، يعود المخرج كايرين فوي مع جزء جديد ليكمل ما انتهى في الجزء الأول، ويحكي عن أم وابنتها التوأم اللذان يقيمان في منزل مسكون، تحاول النجاة بهم قبل أن يموتوا، فماذا ستفعل هذه المرة؟ في المرتبة الرابعة، بولترجيست. إعادة إحياء لفيلم رعب قديم يحمل نفس الاسم، ويحكي عن قصة منزل تم بناؤه على أنقاض مقابر هندية قديمة، الأمر الذي جعله مسكونا بأشباح قاتلة تعود لتطارد من يسكن المنزل بعد عبث بعض الأشخاص بالمكان. في المرتبة الثالثة، ماجي. فيلم رعب جديد من بطولة أرنولد شوارزينجر يحكي عن فتاة أصيبت بفيروس يحولها إلى زومبي، ولكن الفيروس يحتاج بعض الوقت ليحول كل خلايا الجسم ويقضي عليها، وأثناء تحولها يكون والدها شوارزينجر بجوارها في الحالات الصعبة التي تمر بها. في المرتبة الثانية، The Woman in Black Angels of Death. تدور أحداث الفيلم أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما يستولي الجيش على بيت إيل مارش ويحوله إلى مستشفى طوارئ عسكرية. إيف التي تعمل ممرضة في هذه المستشفى
تكتشف أن عليها التعامل مع حالات أسوأ من الجنود المصابين، وخصوصا بعد وصول الأطفال النازحين من الحرب في لندن وإيقاظهم لساكن الظلام بالبيت. في المرتبة الأولى، Insidious Chapter 3، الجزء الثالث من سلسلة أفلام الرعب النفسية للمخرج لاي وانيل. يروي هذا الجزء قصة جديدة تبدأ بفتاة في سن المراهقة مع أسرتها، ويستكمل ما حدث لأسرة لامبرت في الأفلام السابقة مع الكشف عن المزيد من أسرار العوالم الأخرى المرعبة. أعزائي المشاهدين، قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة معلومة، فإذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى أن تشاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة على الآخرين، ولكي يصلك منا كل جديد اشترك الآن.